كثير ما نسمع عن طرق لإنقاص الوزن بسرعة وبخلال فترة قصيرة، وبعض هذه الطرق مشاهدينا تشمل قيود غذائية صارمة مثل رجيم الأعياد زي ما يسمونه، أو رجيم المناسبات القريبة، رجيم ما قبل التكميم وغيرها من الأنواع. ولكن لكل نوع من الحميات ممكن أنه يكون في فشل مع البعض، وكانت أعراضه الجانبية عليهم خطيرة جدا. لذلك مشاهدينا خلونا نتكلم اليوم عن أضرار الرجيم القاسي والسريع والطرق الصحيحة لعمله مع ضيفنا مهندس معتز الجهني، مدرب رياضة مهتم بالتغذية. لكن قبل كذا نودي أسأل زميلاتي بالاستوديو، يعني أنواع الرجيم القاسية لما خصوصا لما يكون احنا عندنا مناسبة كسيدات قبل زواج قبل شيء معين، ايش أقسى مرة حسيتي نفسك يعني سويتي فيها رجيم؟ بأمانة أنا كنت أسويها يعني من فترة لفترة، كنت يعني مثلا أتذكر جات فترة أسبوع أنا فطور غدا عشاء كل بيض مسلوق، عرفتي يعني كان متعب بالنسبة لي وصرت يعني منزعجة تعبتي. اي ومثلا من الاشياء اللي كنت اسويها بنيه الديتوكس اني اقعد 3 أيام على عصائر فواكه او خضار، فعلا تنزل الوزن، لكن ما احس اني اقدر يعني اقعد مده طويله اسوي هذا النوع من الرجيم. يمكن انا اكثر انواع الرجيمات سويت رجيم بالزبادي، بتتذكرونه؟ رجيم 3 أيام فواكه، 3 أيام خضار، 3 أيام زبادي، رجيم الاسبوع سويتها. بس كنت الاحظ نفسيتي تتاثر، اكون مره انسانه متنشنه ومعصبه وما بي احد يكلمني. بعدين قلت وش الله حادني، يعني كان بابا دائما يقول لي كلمه، يقول لي ماما كل ما تاكلين تذكري انه اذا خلصت الاكل الطعم راح، فما يحتاج تحسين انك انت فل لان الطعم بيروح. اي كلي شوي، خليكي مثل العصفور كلي شوي وخلصي يعني قومي. صحيح صحيح. ودي لذلك يهمنا انه احنا نتكلم عن هذا الموضوع اكثر، ونرجع لضيفنا المهندس معتز الجهني. لكن أنا بالنسبة لي تقريبا عودت نفسي أنه أنا فعلا يعني ما أكل من أشبع، ترى هذه فعلا أحلى تكنيك أنه الواحد، أو أحلى طريقة ما تأكلي لين؟ لا، الواحد لما يأكل ما يشبع، ما يشبع. أوكي. يعني ما يوصل لمرحلة التخمة أو الشبع اللي خلاص أكلت شوي، يعني فعلا أصلا لو شلتي الأكل من قدامك بتحسين أنه أنت ما تحتاجين تأكلين يعني. بس إحنا أحيانا يمكن قدام تلفزيون أو لما نكون مع صديقاتنا ما نحس، فهذه مصيبة. لذلك خلينا نرجع لضيفنا مرة أخرى المهندس معتز الجهني. أهلا وسهلا فيك وحياك الله مهندس معتز. وفي البداية خلينا نتكلم عن مفهوم الرجيم السريع وسرعة النتائج وحقيقة خسارة الوزن من أسبوعين إلى 3. أهلا حياكم الله وشكرا على الاستضافة، إن شاء الله تكون فقرة مفيدة للسادة المشاهدين. طبعا بناء على دراسة طبية ونزلت في أقوى مجلة علمية تذكر أن جميع أنواع الرجيم المؤقتة تعتبر فاشلة لأن نتائجها مؤقتة. نعم. وبعد ما توقف الرجيم يرجع وزنك مرة ثانية، فأنت ما استفدت. لكن ممكن تكون ضريت جسمك عن طريق أنه فقدت كثير من الفيتامينات والمعادن، صار عندك دوخة، صار عندك هبوط في السكر. يعني نستذكر نقطة مهمة، فقط القلب والرئتين والكلى تحتاج من 800 إلى 1000 سعرة حرارية في اليوم حتى تقوم بوظائفها الحيوية. صحيح. عشان تشتغل كويس فقط تحتاج من 800 إلى 1000 سعرة حرارية. فلما يجي شخص يسوي رجيم قاسي أقل من 1000 سعرة حرارية، فطبيعي هو جالس يضر جسمه وصحته. وهذه الإشكالية أنه ممكن تستمر معك، يعني ما هو فقط لأنه الهدف الأول اللي أنت تسعى له أنه ينزل وزنك ما نزل وزنك إلا فترة مؤقتة، بعدين يرجع وزنك ثاني مرة، فأنت ما استفدت من الهدف اللي أنت قاعد تسعى له. طيب إيش أقوى أنواع الرجيم اللي نسمع فيها؟ اللي هي التكميم. نعم. التكميم تعتبر عملية آمنة. ولو ناخذ على سبيل المثال شخص كان وزنه 120 وسوى هذه العملية، راح ينزل وزنه تقريبا، وصل وزنه خلينا نقول 80، يعني معدل النزول عنده تقريبا 40 كيلو. هذه ال 40 كيلو لو نقيسها على سنة
هو قاعد ينزل كل شهر 3 كيلو إلى 3.5 كيلو، وهذا هو النزول الطبيعي اللي أي واحد يقدر يتبعه. لكن الفرق أنه التكميم أصبح إجباري ورضى في النتيجة. ودائما حنا ننوه على الناس نقول حتى ترى التكميم رغم أنها آمنة لكن ترى نتائجها مؤقتة، بس تأخذ فترة أطول. يعني بناء على دراسة أقيمت في جامعة بازل في سويسرا، اكتشفوا أن 60% من اللي سوى عملية تكميم يرجع وزنه بعد 6 سنوات، يصاب بزيادة وزن. برضو في دراسة تفند، أو خلنا نقول رأي استشاري في مدينة الملك فهد الطبية، ذكر أنه تقريبا في السعودية عندنا 80% ترجع أوزانهم أو يرجع يسمن بعد عملية التكميم بفترة. والسبب أنه ليس الحل في المعدة، وإنما الحل في العقل وطريقة أكلك وسلوكك. طبعا في معلومة نشرتها اللي هي وزارة الصحة في عام 2020 أقيمت ما يقارب 30,000 عملية تكميم في السعودية، و70% من هذه العمليات كانت للنساء. طبعا حنا دائما نقول ترى كل هذه حلول مؤقتة، يعني معناته انت بيرجع وزنك مرة ثانية. مهندس معتز، اختلف معاك بشيء معين، يعني ممكن تكون حل مؤقت، بس دائما احنا نقول لما الناس تبدا مثلا دايت او تكميم او حتى تنزيل وزنهم عن الابر لازم يكون هناك في تغيير للسلوك الغذائي عشان الشخص ما يرجع. الشخص الفترة هذه لما يكون مكمم يتعود على اشياء معينة، حتى لو حاول يرجع بعدها اذا هو انتظم في سلوك غذائي وغير نمط حياته ونمط تغذيته راح يكون وزنه زي ما هو، ما راح يتغير ولا راح يزيد. يا سلام عليك، حلو. هذه نقطة، أنت لما تسوي تكميم معناته عندك صفة أو حاجة تتميز فيها عن الآخرين، إن معدتك صغيرة فمعناته راح تشبع بسرعة. لكن السلوك اللي أغلب خلي اللي سوى تكميم بعد كم سنة يرجع وزنه، إنه يبحث عن أكلات صغيرة مثل شوكليت، وغالبا هذه تكون حجم صغير فما تسبب له غثيان او تعب، لكن سعرات الحراريه حبه ورا حبه ورا حبه تكتشف انه اكل حجم عالي من الشوكليت، واللي سببت زياده وزنه في النهايه بسبب انه يبغى شيء ما يسبب له تخمه ويعطيه طاقه بسرعه، وهذا غالبا يكون عند السكريات في الكارب. فاذا كنت انت كل شوي تاكل شيء بسبب انك انت من الان ما غيرت نمط حياتك، انه لازم تدخل مثلا الفواكه، البروتين، الالياف من السلطات، يعني ما غيرت نمط حياتك، فمع الوقت تجد انك تبدا ترجع. طيب خلينا نتكلم متى يكون هذا النوع من الدايت او الرجيم يكون يعني مطلوب او حميد على سبيل المثال. طيب في حالات معينه مثلا قبل العمليه او تفضل. يعني خلينا نكون منطقيين شوي. أنت لما زاد وزنك ما زاد بشهر ولا بشهرين، أنت زدت في فترة 6 شهور 7 شهور، فمو منطقي أنك أنت تبي تنزل وزنك بشهر أو شهرين. هو النزول الطبيعي بناء على الدراسات ما يقارب 3 إلى 4 كيلو دهون في الشهر، وحنا نركز على كلمة دهون لأنها هي اللي تشوه وتضر شكل الجسم. لكن إذا أنت وزنك عالي فوق 120، فطبيعي نزولك في البدايات ليس كشخص وزنه أقل من 80 أو أقل من 90، لأن حجم الخلية الدهنية عندك كبيرة، بينما الشخص اللي وزنه أقل من 90 فالخلية الدهنية عنده صغير حجمها. إضافة نقطة مهمة، ترى الناس ما هي مستوعبة أنك لما تسوي رجيم قاسي ترجع تفك وتسوي رجيم قاسي، قاعد تزيد من الخلايا الدهنية في جسمك، فتكتشف بعد فترة جسمك مو قاعد ينزل وزن. ليش؟ لأن الخلايا الدهنية في جسمك صار حجمه كثير، فأنت قاعد تقاتل مع أكثر عدد من السابق بسبب أنك قاعد تلعب في الرجيمات القاسية. نعم. إضافة إلى أنه هذه الرجيمات ممكن تسبب لك لا سمح الله دوخة، هبوط في السكر. يعني أنا أستذكر قصة واحد من الزملاء يذكر لي أن في واحد قريب له طلع ولا أفطر
أصابه هبوط في السكر وصار عليه حادث بسبب هبوط السكر. نعم. غالبا الرجيمات القاسية بسبب نقص الفيتامينات والمعادن، قد يكون صح. عندك مشاكل صحية وانت تقول ما عمفين إلا العافية صح. لا سكر يعني حتى النفسية، حتى النفسية مهندس معتز، يعني ممكن نفسية الشخص تتأثر لو أنه ما أكل زين. لذلك خلينا نتكلم عن ردة فعل الجسم العكسية، زي ما تفضلت قبل شوي قلت أن الخلايا الدهنية راح تكون أكثر وراح تتعامل معها بطريقة أصعب. فدائما يعني نسمع من المختصين يقولون الحرمان ما هو حل، الحرمان ما هو حل، وفي ناس تقول لك أنا ما أكل إلا وجبة واحدة في اليوم ومع ذلك وزني قاعد يزيد. فياليت لو تشرح لنا هذه الجزئية. إيه بالضبط، يعني بعض الناس يعتمد على وجبة واحدة وهذه الوجبة تكون مليئة بالسعرات. صحيح. طبعا بعضهم يقول لك فعلا وجبة واحدة لكنه قاعد يأكل سناكات في أوقات أخرى، لكن خلنا نعتمد على أن وجبة واحدة، فتصير هذه الوجبة ممكن سعراتها الحرارية عالية جدا، تسبب لك أنك أنت وزنك مو قاعد ينزل، إضافة أنه عملية الحرق في جسمك الميتابوليزم قاعدة ما في طاقة فما هي قاعدة تحرق، إضافة إلى أنه أنت وزنك أصلاً مو عالي، فمو طبيعي يعني شخص يبي يسوي رجيم ويبغى كل شهر ينزل 4 كيلو 4 كيلو، يعني شلون مثلاً بعد 3 سنوات تختفي؟ ما هو منطقي. ففي حد أن الخلية يصغر حجمها، وإذا وزنك أنت قليل فأنت لازم تفهم أنه نزولك بيكون أصعب وأصعب، فهذه كلها تعتمد على التحديات، لكن الأهم أنه أنت يكون شيء دائم أو ما يضرك، تحاول تتبع الروتين ما يضرك. يعني مهندس معتز الجهني مدرب رياضة ومهتم بالتغذية يعطيك العافية وشكرا لك على هذه المعلومات. مشاهدينا بعد الفاصل في قول رأيك ما هو أكثر موضوع يؤخذ رأيك فيه.